بحكم مش كأول تجربة في سفيغسكا وبحكم أول تجربة في حياتي أنا، والله شفتها فرحة معنا أما ما شفتش معنا اللي أنا مهان عندي إعاقة ولا حاجة، العبيد بعيد عليك ولا حاجة، العبيد الكل فرحانة معاك دز معاك حتى في الكورس في البوا. اليوم بالحق شفت أخوات مش عبيد، عندك إعاقة في عينك ولا في وذنك ولا في ولا ما تجيب تتكلم، مش معنا ما عندكش مخ، ربي باش ميز الإنسان بالمخ. هي الأولى من نوعها في صفاقس بما خص رياضة ذوي الحاجات الخصوصية، هي المجموعة الكل تضم 9 تلامذة، عندنا 5 تلامذة اجتازوا امتحان بكالوريا تربية بدنية و4 تلامذة لم يقوموا بالاجتياز، وذلك لتواجد إعاقات مختلفة. اليوم عملنا بكالوريا ملائمة لهم هما، كان تميز رائع، عملنا في مسابقة جري السرعة كانت اختلف الإعاقات، ثم إعاقة بصرية عميقة اللي قام معها بمرافق الجري بمرافق، وإعاقة بصرية خفيفة يجري بمفرده. وفي دفع الجلة كذلك قام تلميذ الإعاقة خفيفة بالدخول وتأطيره من قبل الأستاذ ثم رمي بمفرده، لكن التلميذ ذا إعاقة عميقة يقوم بالدخول مع التأطير مع المرافق ثم يقوم مع توصية الأستاذ يقوم بالرمي. في الجمباز تستعمل مع طريقة التصفيق وطريقة استعمال اليد لاتباع صوت الأستاذ لاتباع مساره. بالنسبة للتربية البدنية، عندنا تربية بدنية ملائمة لذوي الاحتياجات الخصوصية. بالنسبة للجمباز طوعنا لهم لي فامي، عندنا 5 فامي في الجمباز طوعنا لهم باش يخدموهم. وبالنسبة للألعاب القوى عندنا اختيارات نتاعهم، كانت عدو سريع 60 متر وعندنا دفع الجلة نتاعهم هما قابلة 5 كيلو، وكيف الأسوية بالضبط البرام معدل نسبيا على خاطر في السرعة هما ممتازين، مشاو يضاهيوا الأسوية وفما وكيف هم أقل منهم. بالنسبة للجمباز طوعنا اللونشينمون وحطينا البرامج نتاعهم اللي هو يمشي ملائم لذوي الاحتياجات الخصوصية، هو مستوى طيب جدا بالنسبة للألعاب القوى وبالنسبة للجمباز. يس أي كان نجمو بالحق نجمو، على خاطر برشا عباد يقول لك عندك إعاقة معناها تحبس خاط مش تعمل حتى شيء، لا نجمو، وبالعكس حتى في الليسي نتاعنا كلاسنا أكاباك من أول بكر.